الداينسيفالون بشكل عام ومختصر هو عبارة عن complex of structures within the brain، مجموعة تراكيب موجودة خلال الدماغ، ومكوناته الرئيسية هي الثالاموس والهايبوثالاموس والإيبيثالاموس. وظائف الداينسيفالون هو انه بيقوم بدور relay station for sensory information، وكمان بيشكل interactive site between the central nervous system والendocrine system، ده غير انه مرتبط ارتباط وثيق بالlimbic system. الثالاموس بيتكون من زوج كبير من الoval gray masses، واللي بيكونوا متصلين بمعظم مناطق البرين والسباينال كورد عن طريق عدد كبير من الفايبر تراكتس. الثالاموس بيشكل جزء من جدار الثيرد فنتريكل، وبيتصل بمنتصف الثيرد فنتريكل عن طريق روابط ما بين الثالاموس اسمها ماسا انترميديا. الثالاموس هو بمثابة ريلي ستيشن من وإلى السريبرال كورتكس لكل السنسور انفورميشن ما عدا للفكتوري نيرفس. الهايبوثالاموس بيتكون من مجموعة أنوية صغيرة ولكنها مهمة. يقع الهايبوثالاموس أسفل الثالاموس خلف الأوبتيك كيازم، وبيشكل قاع الثيرد فنتريكل. من الناحية التشريحية، الهايبوثالاموس بيشمل كل من الأوبتيك كيازم والماميلاري بوديز والإنفانديبولم. ومن الناحية الوظيفية فهو مرتبط بالبيتوتري جلاند. بتتلخص وظيفة الهايبوثالاموس في دمج أنشطة الأوتونوميك والإندوكرين والليمبيك سيستمز للمحافظة على الاستقرار الداخلي، لأنه بيتحكم في تنظيم درجة الحرارة والشهية والدافع الجنسي وأنماط النوم. بالإضافة لأن الهايبوثالاموس بيتحكم في أنشطة الأنتيريور والبوستيريور لوبس للبيتوتري جلاند من خلال إفراز هرمونات عصبية بتحفز أو بتمنع إفراز هرمونات البيتوتري جلاند. الإيبيثالاموس هو الجزء الخلفي من الداينسيفالون، وبيشمل البستيريور كوميشر واللي اتكلمنا عنه قبل كده والباينيال جلاند. الباينيال جلاند هي احد الغدد الصماء التي تفرز هرمون الميلاتونين وهرمون السيروتونين المشتق، والذي يساعد في تنظيم السيركاديان ريزم اللي هو ايقاع الساعة البيولوجية. الميلاتونين بيساعد في تنظيم الهرمونات التناسلية الـ LH والـ FSH. تقع البينيال جلاند في سقف الميد برين وخلف الثيرد فنتريكل واسفل السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم. احيانا بيحصل كالسيفيكيشن للبينيال جلاند، وده بيساعد في التعرف عليها وايجادها من خلال فحص الاشعه المقطعيه والاشعه العاديه للكرينيوم.